طبعاً هذه اللقاء اليوم يأتي في إطار الحركة الحقوقية اللي عرفها المغرب، خاصة بالنسبة لحقوق النساء وحقوق الأطفال. بمقتضى المادة 12 من القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، كيحتم علينا هذه المادة باش أننا كلجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أننا كل سنة نقدم تقرير. هذا التقرير يتضمن حصيلة العمل إلى هذه اللجنة من خلال أنشطة والأعمال التي تقوم بها، وفي مقدمتها التنسيق مع باقي اللجان وباقي المؤسسات الأخرى. فإلى جانب اللجنة الوطنية هناك لجنة جهوية وهناك لجنة محلية وهناك مؤسسات كالمديرية العامة للأمن الوطني كالدرك الملكي، هذه أيضا لهم خلايا، وزارة الصحة، وزارة الشباب، وزارة التضامن، فلديهم خلايا تهتم بالاستماع والاستقبال نساء ضحايا العنف. المطلوب من هذه اللجنة الوطنية أن تنسق بين هذه الفعاليات وأن تصدر هذا التقرير سنويا. فهذا التقرير حاولنا أننا نورده أو نتحدث عن المرجعيات التي تضبط العنف، منها مرجعية ما هي وطنية بحال الدستور بحال القانون 103 وباقي القوانين الأخرى، ومنها ما هي دولية بحال اتفاقية السيداو، داك القضاء على أشكال العنف اللي صدر على المجلس الحقوق ديال الأمم المتحدة. فحاولنا هذه المرجعيات تكون هي السند وهي المرجع باش يكون واحد التملك مشترك لجميع الفاعلين اللي كيهتموا بالعنف، باش يكون عندهم مرجعيات يستندوا عليها. طيب، من الأعمال من الأشياء الملزم بهذه اللجنة هو أنها تدرس وتفحص التقارير التي تأتي من اللجان المحلية واللجان الجهوية ومن الخلايا المكلفة بالعنف. من خلال دراسة هذه التقارير تبين للجنة بعض الملاحظات، وكذلك استخلصت بعض التوصيات والاقتراحات. فيما يتعلق بالملاحظات، لاحظنا أن العنف الأغلب هو عنف جسدي، وأن فضاء الزوجية وأن الزوج هو الأول من يقوم بتعنيف النساء، بأن العنف داخل الأسرة راه موجود. كذلك لاحظنا أن العنف داخل المجال الحضري هو أكثر منه في المجال القروي. لاحظنا كذلك أن مدينة الدار البيضاء تستقبل أو ترتكز أو تكون في الدرجة الأولى فيما العدد ديال النساء المعنفات، ربما دراجع لكثرة السكان وكذلك الضواحي ديالها. كذلك لاحظنا من خلال هذه التقارير أن العنف الرقمي هو شائع وفي تزايد، وهذا كيملي علينا أننا خصنا ناخذوا الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة هذا العنف. طبعا هذه بعض الملاحظات التي استحضرتها، وهناك ملاحظات كثيرة اللي يمكن الباحثين والدارسين يمكن يستندوا عليها في دراسة هذه الظاهرة. كذلك خلصنا إلى توصيات من خلال التقارير واللقاءات التنسيقية مع مختلف الفاعلين. استخلصنا بعض التوصيات اللي منها أولا أنه يجب تيسير الولوج إلى الخدمات القضائية مثلا في المحاكم حينما تلتجئ المرأة المعنفة، فهي لا تستفيد من المساعدة القضائية، خصها تدير المحامي بفلوس، خصها لا تطلب شي تعويض تخلص عليه. حنا كنطلبوا بإعفاء هذه المعنفة، أن الدولة تدير لها محامي مجانا وأنها تعفى من أداء هذه الرسوم. كذلك لاحظنا بالنسبة للصحة، وزارة الصحة، أن بعض الجهات تطلب الشهادة الطبية بمقابل. حنا قلنا أن الشهادة الطبية بالنسبة للمعنفة يجب أن تكون مجانية، وما يكونش غير الطب الجسدي فقط على الحالة الجسدية، بل يجب أن يكون الطب أيضا على الحالات النفسية، لأن كاين خصاص في الطب النفسي. وحسب الإحصائيات راه كاين العنف كما كتعرفوا، العنف أنواع، كاين منه الجسدي، منه الاقتصادي، منه القانوني الثقافي إلى آخره، ولكن هناك العنف النفسي اللي بدا كيسجل، لأن ملي كيعرف المعنف أنه سيحاسب بشهادة طبية فكيعمد إلى اللجوء إلى العنف النفسي اللي كنطالبوا أن خص يكون أطباء فيه وخص يعطيو الشواهد الطبية بهذا العنف.
كذلك من الأشياء التي تضمن هذا التقرير هو خلصنا إلى مجموعة من التوصيات، ميمكنش نذكرها كلها ولكن ستستمعون إليها في العرض ديال المضامين، اللي منها أولا هو أننا طالبنا وزارة العدل بأنها منح المساعدة القضائية لهذه المعنفات، طالبنا كذلك وزارة الصحة بأنها تمنح الشواهد الطبية مهما كان مدة العجز ولو كان نفسيا، طالبنا كذلك بأن كاين اتفاقية ديال 190 اللي صدر على منظمة العمل الدولية اللي كتحارب العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، فقلنا أن المغرب مازال ما وافقش على الاتفاقية، طالبنا بالمصادقة عليها. طالبنا كذلك بأن العنف، موضوع العنف يجب أن يكون موضوع بحث في الجامعات، الطلبة اللي كيحضروا الماستر ولا كيحضروا الدكتوراه خص يكون موضوع العنف حاضر باش يعطيونا إحصائيات، يعطيونا الأسباب ويعطيونا كذلك الوقاية وكذلك العلاج. كذلك اقترحنا أنه بالنسبة للمرأة المعنفة أن تحظى بواحد العناية، أن مثلا كتلقى صعوبة في الولوج إلى القضاء من حيث اللغة، مثلا اللغة الأمازيغية أو لغة الإشارة، لأن كاين بعض النساء معنفات معاقات فما كاينش لغة الإشارة في المحاكم، ما متوفرش لغة الأمازيغية بالنسبة لمن لا يفهم العربية، فطلبنا كذلك بالتفاتة إلى هذا الأمر ومعالجته. كنحضر في هذا اللقاء اللي غادي يتم تقديم فيه التقرير الثاني للجنة الوطنية للتكافل النساء ضحايا العنف، هو مناسبة أيضا بالنسبة لنا كمنظمة من أجل تقديم تقرير اللي أنجزناه على مدى ديال واحد سنة ونصف، اللي كان الهدف منه هو استخلاص أهم الممارسات الجيدة في الاستجابة ديال السلطات العمومية للعنف ممارسة ضد النساء، بمعنى كيف طيلة منذ دخول قانون 113 حيز النفاذ إلى يومنا هذا كيف تم تطبيقه، لكن من المنظور ديال استخلاص الممارسات الجيدة من أجل المحاولة ديال تقييمها وتمتينها وتعميمها في مناطق أخرى ووضعها على شكلات مطالب من أجل تعديل مستقبلي القانون 113. يمكن الهدف هو الطلع على كيف نجيب أو كيف نقدم الخدمات للنساء ضحايا العنف، بمعنى أن الكم ديال العنف في نظرنا يعني تجاوزنا هذه المرحلة، لأن حتى التقارير يعني ديال الدولة تبرز بأن العنف يعني جد كبير، يعني يمارس بشكل كبير ضد النساء، لكن الذي نركز عليه هو كيف تقدم الخدمات للنساء ضحايا العنف، أي عندما تذهب المرأة للمستشفى ما هي طبيعة الخدمات التي تقدم لها، عندما تقدم شكاية ما طبيعة الخدمات التي تقدم لها، يعني كان هذا هو الهدف من البحث أساسا.